عادت الدولة التركية إلى التهديد باستهداف مناطق شمال شرق سوريا، فما هي خطورة استهداف هذه المنطقة بخصوص السجون والمعتقلات التي تخص تنظيم داعش؟ بكل تأكيد التهديدات المستمرة من الحكومة التركية بشأن اجتياح جديد مناطق شمال وشرق سوريا كما فعلت في مدينة عفرين والسريكانية وتل أبيض، هذه التهديدات تخلق أجواء للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي بتحريك خلاياها النائمة لاستهداف تلك السجون أو المخيمات التي ذكرتها. بالنسبة لأعداد السجون المتواجدة في مناطق الشمال والشرق سوريا هي بالعشرات، وهناك مخيمين، مخيم روجو ومخيم الهول الذي يقطن أكثر من 60 إلى 70 ألف من عوائل تنظيم داعش الإرهابي. هم المستفيدون من هذا الاجتياح إذا حدث، هم ينتظرون أي خلل في المنطقة وخاصة خلل أمني. تواجد قوات سوريا الديمقراطية وأن تواجد في مناطق التماس وانشغالها بأي هجوم محتمل من قبل الدولة التركية سوف تخلق هذه البيئة لإعادة انتشار تنظيم داعش الإرهابي في جميع المنطقة، وقد تصل إلى مستوى ما بين 2014 و2015 حيث استطاعت بالسيطرة على مناطق جغرافية واسعة من العراق وسوريا. هناك تحرك ملحوظ في خلايا تنظيم داعش في ريف دير الزور مؤخرا، هل بإمكاننا ربط هذه التحركات ونشاطها بهذا التهديد؟ كما قلت هم المستفيدون من هذه التهديدات، لأن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة ووحدات مكافحة الإرهاب هي تنشغل بهذه التهديدات وهي تحصن من نقاطها المتواجدة على نقاط التماس. هذا يخلق ثغرات في تلك المنطقة وخاصة في المناطق الصحراوية وهي مناطق شاسعة جدا، لذلك تستفيد الخلايا النائمة من تنظيم داعش الإرهابي من هذه الثغرة.